وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم الإنسان بالشر دعاءه
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له كتابا يلقاه منشورا.
ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا.